حبايب قلبي جريد 5 ورجعت ليله الامتحان. يلا بينا ليتس ستارت ات ليتس ستارت ات listening. هتسمع مني وهتختار واحد. نمبر 1 سبون. قلنا المستر او المس ما سمعتش كويس تطلب منه, او لو عايز تتاكد تطلب من المس او المستر اللي بيملك الليسننج يعيد لك تاني. سبون قلنا نمبر 1, تعمل عليها سيركل عشان هو بيقول لك listen and circle, اسمع وحط داير. نمبر 2 call call. نمبر 3 bird bird. نمبر 2 listen and complete, اسمع وكمل. تامر بيقول what's this, it's an octopus. هتكتب كلمة ايه؟ octopus. Is it faster than the shark? Is it faster than the shark? No, the shark is faster. What is the biggest sea animal in the world? What is the biggest sea animal in the world? The blue whale. The blue whale. هنا عندي circle viewed word, هنعمل دائرة حوالين الكلمة المختلفة and replace it, ونبدلها with the correct one بواحدة صحيحة. بسملة elephant cheetah buck turtle. طلعتي buck وحطيتي monkey yes tiger yes حبيبي. حطينا monkey أو tiger okay عشان كلهم animals. يلا بينا يا رودي play buy get good. طلعت good علشان دي ايه adjective والباقيين verbs, play يلعب أو يعزف buy يشتري get يحصل على. حطيتي مين؟ run eat go أي فعل في المصدر زيهم. عالية eel red crab dolphin. طلعنا red عشان ده color والباقيين كلهم ايه sea animals أو marine animals حيوانات بحرية. حطيتي ايه؟ shark octopus. برافو. small يعني ايه small يا رماس؟ صغير الحجم. fast سريع. had يعني ايه يا شباب؟ تناولها او امتلك الماضي من have. thin نحيف. كلهم adjectives ما عدا مين؟ had عشان ده في الماضي. حط fat صفة. sad slow. Mercury, Father, Earth, Venus. طلعنا Father والباقيين planets كواكب, نحط Mars أو Neptune أو Jupiter. Yes, جميل. Climb يتسلق كشير حصر النقود. Cute, جميل أو جذاب. Buy يشتري shoes حذاء. Yesterday بالأمس أمينة went to a cloth shop, راحت محل إيه؟ ملابس. she wanted to كانت عايزة إيه؟ buy تشتري some clothes بعض الملابس. all the clothes were cute كل الملابس كانت جميلة. she bought a beautiful dress اشترت فستان جميل. and black shoes و حذاء أسود. her mother مامتها gave the money to the cashier ادت الفلوس للكاشير. أمينة was happy كانت مبسوطة. she thanked her mother وشكرت أمها. الباسج هنا القطعة بتقول at 7 o'clock yesterday امبارح الساعة 7 بالظبط حسن's mother مامة حسن took him أخدته to school by car العربية بالسيارة. then ثم she went to the supermarket راحت السوبر ماركت. she bought chickens اشترت دجاج eggs بيض and bread ثلاث حاجات اهو.
She went back home. رجعت البيت at 10 o'clock. الساعة 10 بالظبط. She made lunch. عملت الغداء for the family at home. للأسرة في المنزل. When the family came back at 2 o'clock. لما الأسرة رجعت الساعة 2. They had lunch together. تناولوا الغداء معا. And they were. وكانوا very happy. سعداء جدا. يا فيصل. يا فيصل يا فيصل. نمبر 1 يا فيصل. حسن's mother. يعني ايه حسن's mother؟ مامة حسن. bought 4 things. اشترت 4 حاجات. false. لانها اشترت 3 things بس. حسن walked to his school. اسراء. سوري يا اسراء. قولي يا حبيبتي انت. حسن walked to his school. False. هو بيقول هو مش للمدرسة لكن هو راح by a by car مع مامته بالعربية. قول يا حمد. حمد أسامة. The family had lunch together. الأسرة تناولت الغداء معا. True. Yes. يلا بينا يا وحش. مين ورا؟ عمر. What did حسام's mother buy? حسام's mother قلنا اللي هي ايه؟ سوري حسن's mother. مامة حسن. What did حسن's mother buy? احنا بنبدأ بمين لما نيجي نجاوب؟ الفاعل اللي هو بعد do does did. هو مين الفاعل هنا؟ حسن ولا مين؟ حسن's mother او ابدلها بشي. الخطوة التانية did تروح لمين؟ لمين؟ لباي. هترجعها ماضي تخليها ايه؟ بوت. يبقى شي بوت. هي اشترت ايه وايه بقى؟ chickens كما eggs and bread. لما يبقى عندنا list of things يعني قائمة من حاجات نفضل نقول ايه؟ كما 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 قبل اخر حاجة نحط ايه؟ and. يلا رتب يا حودة. when did حسن go to school؟ متى ذهب حسن المدرسة؟ حسن. اقول شي برضو ولا هي؟ يبقى حسن او هي. بعدين دي تروح لجو تخليها went. يبقى he went to school at 7 o'clock. عشان when بتسأل عن الوقت. The shark يا مينة. The shark is faster than the dolphin. القرش أسرع من الدولفين. Are you يا أيهم؟ هل أنت؟ عشرة على عشرة. Are you going to visit your friend؟ هنا مكتوب a friend. لا your friend. Are you going to visit your friend؟ هل سوف تزور صديقة؟ We don't have time. ليس لدينا وقت. مينا. سوري سوري. تفضل يا هيم. Where did they have lunch؟ دايما نقول أداة استفهام. فعل مساعد. فاعل. فعل ده تكوين السؤال. Where أداة استفهام. Did فعل مساعد. They فاعل. Have فعل. وبيت الجمل. قلنا بقى بنستخدم ايه في الباراجراف؟ استخدم there is يوجد. There are يوجد. طب لو عايز اقول يوجد بعض الاطفال. مينا. ما انا عايز الجملة دي بالذات. There is a girl. يوجد فتاة. انا عايز يوجد بعض الاطفال. طب ما ينفع هو يجاوب؟ There are some children. يوجد بعض الأطفال. There are some kids. يوجد بعض الأطفال. طب هم في موقع المعسكر يا أمينة تقول إيه؟ They are at the campsite. Yes. They are at the campsite. برافو. حموش. قول لي يوجد خيمة. There is a tent. لازم الاسم المفرد قبله آ أو آن. طب لونها؟ ها؟ تبقى ايه؟
تبقى تقول ايه بينك بس ولا ايه؟ There is a pink tent او tent او it's pink عشان نكتر الجمل. يلا يا اياد تقول مثلا هم بيرتدوا قمصان بيضة تقول ايه؟ They are wearing برافو white shirts. هم لابسين قمصان لونها ابيض. يلا 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 بينا اللي بعديه. فاضل ايه؟ punctuation. يلا يا بسمله اقري الجمله كلها. Do علي and سهى live. Do علي and سهى live in اسوان. هل علي وسهى بيعيشوا في اسوان؟ عملنا ايه يا قلبي؟ دي كابيتال عشان اول الجمله. الاس بتاعت سوها عشان اسم انسان. اسوان اي كابيتال عشان اسم ايه؟ مدينه سيتي. هي معموله اصلا. طيب خلاص تمام. وات دو يو لايك مها؟ دبليو بتاعت وات عشان اول الجمله، والام بتاعت مها اسم انسان، في الاخر كويستشن مارك عشان وات اداه استفهام. يلا خد الليسننج هنا، خلي بالك من تشير وشير دي، خلي بالك منها كويس. لو قلنا شير شير يبقى تاخد سي اتش تشا، لكن لو قلنا شير شير يعني ايه؟ شير يعني يشارك. شير يعني ايه؟ يشارك. مش انت مثلا على الفيسبوك تعمل شير للبوست يعني تشارك المنشور. شير يور بيد وذ يور براذر يعني تشارك تتشارك السرير مع اخوك. لكن تشير يعني ايه بقى؟ كرسي. انا قلت هنا chair. number two nurse nurse. number three skirt skirt. حمزة and ريم are talking بيتكلموا. فحمزة بيقول do you want to visit the museum? that's a great idea. هنكتب كلمة ايه؟ great. that's a great idea انها فكرة رائعة. when do you want to go? متى تريد أن تذهب؟ When do you want? Are you free on that time? هل أنت فاضي في الوقت ده؟ Are you free on that time? هنكتب كلمة time. أنا عديت واحدة اللي هي number three. كانت next week الأسبوع القادم. ما خلي بالك يوم يعني إيه؟ day. أسبوع week. week اللي قدامي دي. خلي بالك في واحدة اسمها ويك W E A K يعني ايه؟ ويك ضعيف. برافو دي صفة. لكن الأسبوع اسمه ويك W E E K. طيب الشهر month M O N T H. السنة year عشان الحاجات المرتبطة ببعضها أربعة هم day week month year. طب الأسرة father mother brother sister. خلي بالك عشان لو جاب لك مان وومن ما تحطش براذر وسيستر وكده، لا مان وومن بوي جيرل. اوكي طيب سيزونز الفصول فور سيزونز ايه هم؟ سمر الصيف، الشتاء وينتر، الخريف فال او اوتم. فال او اوتم عشان لو جات لك اوتم تبقى برضو عارف اوتم ده الخريف بتساوي فول. وبعدين الربيع اسمه سبرينج. يبقى دول الفصول الاربعه. عندي اسماء الاشاره اربعه برضو اخوات اوعى تنساهم. اتنين للمفرد واتنين للجمع. المفرد this that these those. ساعات يروح عشان لك داي معاهم. طب داي تنفع هنا؟ لا داي ضمير فاعل بيجي مع مين؟ اخواته الستة التانيين غيره. هو داي اخواته مين؟ اي وي يو. وهو داي ومعانا هي شي ات. دول ضمائر الفاعل. طب ضمائر المفعول اي ضمير المفعول بتاعها ايه؟ مي. برافو. اي مي هي هم she her we us they them. جميل قوي.
طيب some objects in the kitchen، شوية حاجات من المطبخ. سبون معلقة. نايف سكينة. نايف ايه فيها كي سايلنت متنساش. نايف كده. فورك شوكة. دش طبق. فريج تلاجة. براب سوسر طبق الفنجان. الفنجان نفسه كاب. كل دي حاجات ايه ما عند كيتش. تمام. طيب يا صديقي عايزين افعال في المصدر. يلعب. play. ياكل. eat. يتسلق. climb. يضحك. laugh. yes. افعال في الماضي المنتظم يعني اخره ايه ed. زي يزور الماضي بتاع زارة ايه visited. لعبة. played. طبخة. cooked. جميل. رسمة. painted. برافو. تمام. طب افعال في الماضي الشاذ الغير منتظم. طار. fly يعني يطير. الماضي منها flew كده. flew. run يجري. الماضي منها ran. eat يأكل. الماضي ate. drink يشرب. الماضي drank. swim يسبح. الماضي swam. think يفكر. الماضي thought. buy يشتري. الماضي bought. catch يمسك. الماضي caught. طيب كاتش بتيجي مع وسائل المواصلات بمعنى يركب او يلحق. لو قلنا كاتش ذا باص يعني يلحق الباص او يركب الباص. كاتش ذا ترين يلحق القطر او يركب القطر. حلو قوي الكلام. جميل. صفات بقى شويه صفات. طويل. tall. قصير. short. طب لو انا قلت ذا جيراف از هقول tall ولا taller ولا tallest؟ طال. بس the giraffe is tall. الزرافة طويل. لكن لو عندي the giraffe is وبعدين في الآخر the monkey يبقى tall ولا taller than ولا tallest؟ taller than لأن هنا مقارنة بين اتنين. طب لو قلت the giraffe is the tallest طالما في the تبقى the صفة est. ذا صفة EST. الفعل لايك ممكن يبقى لايك او لايكس. احنا قايلين ايه اللي بيدي الفعل ing؟ ام از ار اي ان جي. لايك اند لايكس اي ان جي للفعل فيرب. مين كمان؟ لاف لافز اي ان جي. مين كمان؟ لايك فيها حاجه مهمه قوي. لو جه بعدها تو ناخد المصدر. I like to play ولا playing؟ play. لكن لو I like playing. برافو. طيب يا صديقي نكمل هنا. وصلنا فين؟ read red blue yellow. اخر حاجه برضو هفكرك بيها ادوات الاستفهام. طيب اين؟ where. خلي بالك من where اللي هي كده w h e r e دي وير اين. لكن w e r e لا كان was a word. دي وير كان. لكن وير يرتدي كده w e a r عشان ما تتلخبطش بينهم. وير اداه الاستفهام w h e r e. وير كان W E R E ده فعل في الماضي. وير يرتدي W E A R ده فعل في المضارع في الماضي. بص يا صديق read يقرا. red blue yellow طبعا دول colors فطلعنا read وحطينا pink black اي لون. line giraffe hat snake hat. ما تحطيش بقى dog وcat وكده. ليه؟ لان دول هو عايز سفاري بارك انيمالز. تمام. زي برضو لما يجيب لي مارين انيمالز او سي انيمالز لازم تجيب برضو زيهم. ويل شارك ايل اكتوبوس. دي اكتوبوس هاز 8 ليجز عنده 8 ارجل. عندي مين هنا؟ لاين جيراف هات
هات قبعة شلناها وحطينا تايجر عشان ايه ده وايلد انيمال زيهم. فاست صفة سريع، بيج صفة كبير الحجم، سمال صفة صغير الحجم، طلعنا بارك عشان ده ناون اسم، وحطينا اي صفة هابي ساد سهل يعني ايه ايزي ايزي براف. ويل كراب ابل اوكتوبس، شلنا مين ابل علشان الباقيين سي انيمالز او مارين انيمالز حيوانات بحرية، نحط مين ايل دولفين شارك زي ما تحب. جوبيتر ساترن فينوس هن، شلنا هن عشان دول بلانتس كواكب، ونحط بقى مارس اللي هو ايه المريخ. بص يا جميل، لو جاب لي باراجراف تكتبه عن الكواكب حلو، اول حاجه تقول يوجد 8 كواكب في المجموعه الشمسيه، اساسي كده اول ما تشوف الكواكب. There are 8 planets in the solar system. There are 8 planets in the solar system. يوجد 8 كواكب في المجموعة الشمسية. حلو. Mercury is close to the sun. Mercury عطارد قريب من الشمس. طب مين اللي بعيد؟ Neptune is far. Neptune is far. نقول على المريخ لونه أحمر. Mars. Mars is red. Mars is red. حلوة قوي. We live on Earth. We live on Earth. احنا عايشين على كوكب الأرض. The Earth is the blue planet. احنا بيسمونا الكوكب الايه الازرق. تمام. Jupiter is the biggest planet. Jupiter is the biggest planet. Jupiter هو اكبر الكواكب. تمام. Whale, crab, apple, octopus. شلنا apple وحطينا eel. Jupiter, Saturn, Venus. حطينا Mars. Please make up your mind. من فضلك خد قرارك. That cheetah is the fastest animal. Which animal is the fastest? The cheetah. The cheetah is the fastest. Which animal is the tallest? The giraffe is the tallest. Which animal is the shortest? The chimpanzee is the shortest. Which animal is the slowest? The turtle is the slowest. Which animal is the biggest or is the fattest? The elephant is the biggest. طيب which marine animal is the biggest? The whale is the biggest. The blue whale is the biggest animal in the world. أكبر حيوان في العالم هو the blue whale الحوت الأزرق. Which is bigger, the shark or the whale? The shark. والله the whale is bigger than the shark. جميل. بص كده هنا. The space is the fastest animal. Fastest الأسرع يبقى cheetah. We live on earth. نحن نعيش على كوكب الأرض. لما نيجي نعمل نفي نهي. Don't والمصدر. Don't eat لا تأكل. Don't play لا تلعب. Don't play football at home. لا تلعب كرة القدم في المنزل. اوعى تنسى. Do, does, did. Don't, doesn't, didn't. فعل في المصدر. Will والمصدر. Want والمصدر اللي هي will not. Like to والمصدر. اوكي؟ حلو. لما يجيب لك سؤال ويقول لك what ونقط he like to do. تبقى what do ولا what does. هنا تبص على اللي بعديها. تشوف هي يبقى هي شيء ات والمفرد بيحبوا الاس تبقى وات داز. لكن لو وات نقط they like to do. Do ولا does؟ يبقى وات دو they like to do. تاخد بالك من الحته دي. سما is 11 years old. سما عمرها 11 سنه. Her father is a teacher. بابا مدرس. Her mother is a nurse. مامتها معلمه. She has two brothers. عندها اخين مجدي and سمير. مجدي وسمير. مجدي likes painting. مجدي بيحب الرسم. But he doesn't like
making videos بس ما بحبش يصور فيديوهات. سمير likes reading books بيحب قراءة الكتب but he doesn't like riding a horse ما بحبش ركوب الخيل. سما has two brothers عندها أخين true. Her father is a doctor false. هو قال لك her father is a teacher. جميل. طيب her mother is a nurse true yes. هنا what does Magdi like يبقى نجاوب بمجدي أو he وdoes تروح للايك تديها ايه اس يبقى he likes بيحب ايه painting الرسم. How old is سما تبقى سما is أو she is وعمرها كام 11 years old. The cheetah is the fastest cheetah هي الأسرع. Do you want to play again? Do you want to play again? Want to be جمعها مصدر بر. She likes reading comic books. هي بتحب قراءة قصص الكتب الكوميدية. Why does she want to be a nurse? ليه هي عايزة تكون ممرضة؟ بص الكواكب هاي أنا قلت لك نكتب عليها إيه. There are 8 planets in the solar system. يوجد 8 كواكب في المجموعة الشمسية. Mercury كواكب بتبدأ بكابيتال. Mercury is the smallest. Mercury هو الأصغر. Jupiter is the biggest. Jupiter هو الأكبر المشتري. Mars is red. Mars is red. المريخ لونه أحمر. We live on Earth. إحنا عايشين على كوكب الأرض. Neptune is far. Neptune بعيد. Let's play violin on Sunday. Let's أصلاً بقول كابيتال. والأبوستروفي قبل الأس Sunday يوم من أيام الأسبوع نبقى نحط إيه أول حرف فيه capital الشهور والأيام وكده full stop في الآخر دي جملة. Where is إيمان ما ينفعش نحط كما هنا لأن إحنا ما قلناش يا إيمان يعني الكما دي غلط. هنا الـ W والـ E بتاعت إيمان والـ question mark ومال خلي بالك عشان في حتة الناس بتغلط فيها. لو أنا قلت wake up معاذ لازم نحط كما قبل معاذ لان انا قلت له ويك اب يا معاذ يعني اصحى يا معاذ. لكن هنا ويرز ايمان ما هو اسم في الاخر هو حطيت ما ينفعش احط كما. ليه؟ لان انا ما ندهتش عليه ما قلتش يا ايمان. اين ايمان هنا؟ كاو بيرس دارك. وير ديد يو جو يسترداي؟ I went to the safari park. What did you see there? I saw many animals. At where? When did you go there? At 6 o'clock. Mercury, Jupiter, Earth, March. خلي بالك اوعى تتلخبط في مارس. ده مارس ده اللي هو شهر مارس. رحنا شايلينه وحاطين كوكب اهو مارس. Crab, cheetah, whale, eel. طلعنا cheetah لأن دول marine animals أو sea animals حيوانات بحرية. نحط dolphin, octopus, shark كده يعني. Them, I, us, him. كلهم ضمائر مفعول. I ضمير فاعل. يبقى نحط مين؟ Her. One, فاز. Saucer طبق الفنجان. Drank, شرب. Played, لعبة. كلهم ماضي. بس فيهم ماضي شاذ وغير شاذ. تعمل بقى اللي انت عايز. عايز تجيب منتظم اخره ايه دي غير منتظم زي ما تحب. لو حطينا listened washed cooked كل ده صح. went ran كله صح طالما في الماضي. tigers trees elephants giraffes. شلنا trees اشجار وحطينا snakes تعابين لان الحيوانات هنا بالجمع. in the future يعني في المستقبل I'd like to be a painter. أرغب أن أكون رسام. A painter can draw. يقدر يرسم. And paint nice pictures. ويلون كمان صور جميلة. My brother wants to be. بابا أخويا عايز يبقى. A vet. طبيب بيطري. He is kind to animals. هو عطوف مع الحيوانات. He offers them food. هو بيعرض عليهم طعام. بيقدم لهم طعام. And drink وشراب when they are hungry or thirsty لما يكونوا جعانين أو عطشانين. My sister would like to be a computer programmer. أختي عايزة تكون مبرمجة كمبيوتر. Last week الأسبوع الماضي
We had a school trip. يعني كان عندنا ايه trip يعني يا شباب رحلة مدرسية. We went to the planetarium. رحنا ايه planetarium مبنى القبة السماوية. There was a great show. كان في عرض رائع. We saw all the planets and stars. شفنا كل الكواكب والنجوم. Honey wanted to go. هاني كان عايز يروح to the gift shop. لإيه؟ محل الهدايا. To buy a purse. ليه كان عايز يروح to buy a purse؟ أنا ممكن why لماذا أجاوب عليها because لأن أو to لكي. نقعد نقول why لماذا because لأن why لماذا to لكي. لأن because عايزة جملة لكن to عايزة مصدر. بص to إيه؟ to buy لكي يشتري. Okay, a purse for his mother. كان عايز يشتري محفظة لأمه. But we didn't have time. ما كانش عندنا وقت. We had lunch in the snack bar. تناولنا الغداء في مطعم الوجبات الخفيفة because we were hungry. لأن احنا كنا جعانين. We hurried. أسرعنا to catch the bus. عشان نلحق الباص to go home. عشان نرجع البيت. We saw chimpanzees in the show. شفنا chimpanzees في العرض. ما كانش فيه اصلا الكلام ده لانهم كانوا في بلانيتاريوم. فالس. The school trip رحلة المدرسة was to the planetarium. Yes true. We went home by car. رجعنا البيت بالعربية. فالس لان احنا رحنا by bus. Why did Hani want to go to the gift shop? ليه هاني كان عايز يروح gift shop محل الهدايا؟ To buy a gift or to buy a purse for his mother. جميل. Where did they have lunch? أين تناولوا الغد؟ نزلنا they. وديد راحت لهاف خلتها had. They had lunch. فين؟ Where? In the snack bar. في مطعم الوجبات الخفيفة. Do you like to will master? Do you like to go sailing? تحب هل تحب الذهاب للإبحار؟ Let me see the show. Let برضو من الأفعال اللي بيجي معاه مصدر بعديها. Let me see the show. دعني أشاهد العرض. Where did she go yesterday? أداة استفهام. فعل مساعد. فاعل. فعل بقية الجملة. The eel is slower than the dolphin. ثعبان الماء أبطأ من الدولفين. تعال نكتب هنا على marine animals. There are some marine animals. يوجد بعض الحيوانات البحرية. There is a whale. يوجد حوت. It's very big. هو كبير جدا. There is a shark. يوجد سمكة قرش. The shark is bigger than the crab. سمكة القرش أكبر من الكابوريا. There is an octopus. يوجد أخطبوط. We went to the zoo last Friday. رحنا حديقة الحيوان الجمعة الماضية. يبقى we W capital في أول الجملة. F بتاعت Friday عشان يوم من أيام الأسبوع. Where is Huda's book? أين كتاب هدى؟ W capital في where أول الجملة و H في هدى عشان اسم إيه؟ إنسان و question mark في الآخر. أهم حاجة هتعملها لما تروح إيه؟ عندك ست محادثات لازم تقراهم أكتر من مرة لأن هيقولنا هيجيلي منهم فين؟ في الدايلوج في المحادثة من المحادثات. هيقولي في الاختيار من المحادثات. هيجيلي في الترتيب من المحادثات. يبقى أول حاجة أعملها أذكر الست محادثات أقرأهم كذا مرة. ويا ريت لو أنت أسد تروح كاتبهم كل واحدة مرة بس. تمام؟ هيخليك اللي بالكتابة ده هيفكرك برضه. أوكي؟ وحل امتحانات في الكتاب اللي معاك ده. وأي حد يقف معاه أي حاجة لحد 3 بالليل أنا معاك. ابعت لي واتساب قول لي يا مستر مش فاهم دي أو أنا نسيت دي أو كده وأنا معاك. When we finish, we always say goodbye.